منذ سقوط صاروخ الصين الخارج عن السيطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينما يترقب العالم أجمع سقوط صاروخ صيني 21 طن خرج عن مساره وتاه حول الأرض قبل أيام، قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن من المتوقع أن يسقط الجزء الأكبر من حطام الصاروخ الذي أطلقته محطة فضاء صينية على الأرض في وقت مبكر من يوم السبت. وذكرت أيضا وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها أنه لا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليها حطام الصاروخ إلا قبل ساعات قليلة عن سقوطه. وأضاف بيان البنتاغون أن الحطام يمكن أن يشكل تهديدات محتملة لسلامات الرحلات الفضائية ومجال الفضاء. وبات الصاروخ الضخم الذي أطلقته الصين يوم الخميس خارج نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض، ومن الممكن أن يسقط على سطحها خلال الأيام القليلة القادمة. وعادة ما تضع هذه الصواريخ حمولتها في مدار الأرض وتعود للهبوط في مكان محدد مسبقا، لكن الصاروخ الصيني خرج عن السيطرة ويدور حاليا في مدار الأرض ومن غير المعروف بعد مكان سقوط حطامه. وقد يسقط حطام الصاروخ بعد احتراقه في الغلاف الجوي في المحيطات التي تغطي معظم سطح الأرض، إلا أنه لا يزال يشكل تهديدا للمناطق المأهولة بالبشر. والتفاصيل الأساسية حول مرحلة الصاروخ ومساره غير معروفة لأن الحكومة الصينية لم تعلق عن الموضوع، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. ففي مايو سنة 2020 اخترقت أجزاء من إحدى الصواريخ الصينية من نفس الفئة الغلاف الجوي، وسقط الجزء الأكبر منه في المحيط الأطلسي، لكن بعض الحطام سقط في قرى مأهولة في ساحل العاجة غرب إفريقيا، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات. وإلى لحظة تسجيل هذا الفيديو لم يحدث من قبل أن أصيب إنسان على الأرض ببقايا صاروخ أو قمر اصطناعي، رغم أن حوادث سقوط أجزاء تقنية فضائية إلى الأرض تكررت أكثر من مرة. ورغم ذلك فإن كل شيء محتمل هذه المرة. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة البارحة الأربعاء بالعديد من التدوينات التي عبر من خلالها رواد الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي عن خوفهم من سقوط الصاروخ الصيني الضخمة. العالم كله يتابع لحظة بلحظة مسار جسم الصاروخ الصيني، ونحن كقناة تعلم عن عالمك نتابع وبدقة وننقل لكم كل الأخبار المتعلقة في هذا الموضوع. وآخرا يا أصدقاء، خطر أن يصيبك الصاروخ ضئيل للغاية، فهناك أشياء أهم بكثيرة لنقلق بشأنها. إن شاء الله نجد حل صاروخ الصين لونج مارش 5B بتدميره أو إسقاطه في المحيط، ويا رب أرحمنا وأكثر يا أصدقاء من الدعاء، فهو ما سيفيدنا الآن وفي الآخرة. إن شاء الله يا أصدقاء بالأخير يكون الفيديو نال من أعجابكم. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من قناتنا أول بأول. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.